السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص يا بنات، انا عملتها اهو وشبكتها. عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل الجزء ده. ماشي، انا عملته اهو في دراع، هنعمله في الدراع التاني او في الايد التانية. بحدد هنا يا بنات مكان تحت الابط، لان هنا المكان اللي تحت الابط ده بيتعمل بغرزة حشو وهنا بغرزة في، يعني من فوق هنا في ومن تحت هنا حشو. بتحددي بتخرجي الجزء بتاعي، فاكرين المكان اللي عاملين له الحردة اهو، حددي بدايته ونهايته. وخدي بالك اللي هتعمليه هنا هيبقى معمول هنا قدامه في نفس السطور، تمام؟ مكان ما انا معلمة وهي بنات، حط اوصل الخيط بتاعي، اعملي عقدة كده. ماشي، خلاص بقى شيلي العلامة، شيلي العلامة وهطلع هنا ثلاث سلاسل ارتفاع. دول اول عمود، ثلاث سلاسل ارتفاع ودول هيبقى اول عمود. هعمل سلسلة كمان عشان ده يبقى ايه الفراغ اللي بين غرزة الفي، وهعمل كمان عمود كده، ده يعتبر اول غرزة في، وهعمل معاها في نفس الفراغ ده كمان غرزة في تانية. دي عمود، سلسلة، عمود. خلي بالك نفس عدد غرز الفي اللي هتعمليها على الجزء ده هتبقي عداها عشان تعمليها هنا، يعني انا هعمل العدد ده بناء على العدد اللي انا عملته هنا، وطبعا هعمل بزيادة عشان خاطر بنعمل فيها تزايد علشان خاطر يدي شكل الكشكشة ده. بعد كده هاجي في اللي جنبها هنا واعمل برضو غرزة في، عمود، سلسلة، عمود، تمام كده. وهعمل هنا برضو غرزة في، يعني بصي انت هتعملي في المكان ده غرز فيه، عمود، سلسلة، عمود. انا هنا ما بشتغلش بشكل منتظم او بشكل يعني ايه ملوش قاعدة ثابتة، انا بكثف شوية في الغرز بحيث انها تطلع كده، يعني مش عايزاها تطلع ثابتة ومستوية، لا عايزاها تطلع مكشكشة كده، فبزود. ماشي، في المكان اللي بعديه هعمل عمود، سلسلة، عمود. انا المفروض هنا على الجزء اللي انا اشتغلته هنا اشتغلت عليه كده كله 35 غرزة في، فانا المفروض مطلوب مني ان انا اشتغل على الجزء ده كده 35 غرزة في، فانا بوزعهم عمود، سلسلة، عمود. ماشي، المكان واسع برضو هشتغل فيه تاني عمود، سلسلة، عمود. بنفس الطريقة دي بقى بتشتغلي كده ايه، بصوا تحسوا ان هما ايه قريبين هم من بعض، ده لما تيجي تشتغلي فوقهم هتعمل شو الكشكشة اللي فيها. اللي جنبها هعمل عمود، سلسلة، عمود، يعني تشتغلي في واحدة واحدة منهم عمود، سلسلة، عمود، واللي بعدها تشتغلي فيها ايه مرتين عمود، سلسلة، عمود. ادي مرة، ادي اول غرزة في، والتانية بعدها عمود، سلسلة، عمود، وهكذا بقى. هشتغل عليها زي ما قلنا العدد اللي انا عملته هنا كان 35، هشتغل هنا عليها لغاية العلامة دي 35، وهرجع لكم تاني زي ما قلت لكم. الجزء اللي فيه الجزء اللي كنا عاملين فيه الحردة ده مش هنشتغل فيه غرزة في، احنا هنشتغل فيه غرز حشو. هخلص واوصل لغاية العلامة دي وارجع لكم. انا ما خلاص خلصت يا بنات، وصلت لهنا المكان اللي انا كنت معلمة فيه. قلت لكم الغرز دي هنمشي عليها بغرز حشو، يعني انا اخر غرزة في عملتها اهي، همشي عليهم دول اهي بغرزة حشو. غرز حشو كده ايه علشان نبروز المكان ده
لغاية ما نوصل للغرز اللي كنا شغالين فيها دلوقتي ال V اللي هي دي. بصي انتي بتشتغلي غرز حشو كده، يعني زي ما المكان ياخد، يعني في غرزة بتشتغلي فوقها واحد، غرزة بتشتغلي فوقها اتنين، يعني مثلا هنا هنشتغل اتنين وهنا كمان هنشتغل اتنين، تمام كده وصلنا للغرز التلات سلاسل اللي كنا مرتفعين بيها اللي ابتدينا عندها. هنقفل في تالت سلسلة احنا ارتفعنا بيها وندخل بمنزلقة بين العمودين اللي كنا احنا على السلاسل والعمود اللي جنبها، هندخل بمنزلقة كده ونطلع تلات سلاسل ارتفاع. بعد ما عملت تلات سلاسل ارتفاع بعمل السلسلة الرابعة وبدخل في نفس الفراغ بتاع السلسلتين ده وبعمل عمود عشان يبقى كده غرزة V. وفي اللي جنبها اهي، بصي انت كنت احنا كنا عاملين هنا في الغرزة دي فوقها عاملين اتنين V، ادي اول V ما تشتغليش بينهم هنا، فرقي بين ادي غرزة الفي اشتغلنا في قلبها وادي غرزة الفي التانية، هنشتغل برضو في قلبها غرزة V. عمود سلسلة عمود كده. انا عملت ايه؟ غرزتين في، ادي غرزة اهي الاولى دي ودي التانية. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل تزايد. تزايد يعني ايه؟ تزايد فوق غرزة الفي دي هعمل فيها غرزتين في، ادي عمود سلسلة عمود، وفي نفس الغرزة هعمل برضو عمود سلسلة عمود. بعد كده اللي بعدها هعمل فيها غرزة في واحدة، عمود سلسلة عمود، ماشي. واللي بعدها هعمل فيها تزايد، عمود سلسلة عمود، ادي اول غرزة في، وبعدين بدخل تاني في نفس الفراغ بعمل غرزة في تاني، عمود سلسلة عمود، وبعدين هعمل هنا غرزة في واحدة فوقها. هنكمل بقى يا بنات بقية السطر فوق غرزة في واحدة هنعمل فيها تزايد والتانية مش هنعمل فيها تزايد، عمود سلسلة عمود، واللي بعدها هنعمل فيها تزايد عمود سلسلة عمود، وفي نفس المكان برضو هنعمل عمود سلسلة عمود. هكمل السطر لغاية ما اوصل لاخر مكان في غرز الغرز الفي دي، ماشي. قبل ما اوصل للحشوة اخلص لغاية هنا، دول زي ما قلنا غرزة هنشتغل فوقها عمود سلسلة عمود، والغرزة التانية هنشتغل فيها عمود سلسلة عمود مرتين، يعني غرزتين في. اخلصها وارجع لكم ان شاء الله. وصلت يا بنات لاخر غرز الفي، ادي اخر غرزة بعمل فيها عمود، تمام. بصوا انا كده اهو مش هشتغل خلاص، يعني المكان اللي عملت فيه غرز الحشو ده خلاص مش هشتغل فوقه تاني حشو، انا كده هرجع تاني واشتغل على الجزء ده رايح راجع، الجزء بتاع غرز الفي بس، هنا خلاص امش هشتغل تاني. هطلع تلات سلاسل ارتفاع والف الشغل واشتغل في اول غرزة في، هتقابلني بقى غرزة في. هشتغل دلوقتي بقى خلاص من غير تزايد، لان خلاص المكان خلاص بقى عمل كرانيش اهو، ماشي. ادي غرزة الفي، هشتغل بقى فوق كل غرزة في هتقابلني غرزة في على المكان ده، فوق كل غرزة خلاص غرزة واحدة، ماشي. هشتغل عليها فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لهنا، تمام اهو، واطلع تاني تلات سلاسل ارتفاع وارجع، وهكذا هشتغل كام سطر. يعني انا عملت سطرين فيهم تزايد اهو، السطر التالت من غير تزايد، هشتغل كام سطر من غير تزايد؟ بعد ما اشتغلت بقول لكم سطرين فيهم تزايدات، من اول السطر ده
اللي انا شغاله دلوقتي ثبات من غير تزايد، هشتغل 3 سطور يعني السطر ده وسطرين كمان فوقه، عشان يبقى مجموع الكورنيش ده كله على بعضه ماشي 5 سطور، سطرين فيهم تزايد وثلاثة بدون تزايد. هخلص ال3 سطور اللي بدون تزايد اللي على الكورنيش ده وارجع لكم تاني ان شاء الله. بعد ما خلصنا الكورنيش اللي على الكمام يا بنات اهو، هنعمل بقى الكورنيش اللي على السطر. انا عملت الناحية الاولى ماشي اهي، هنعمل مع بعض الناحية التانية. طيب انا بحط المكان ازاي او بحدد المكان اللي هعمل فيه الكورنيش ازاي اللي على الصدر، وتركزي كويس قوي فيها عشان مثلا ما تعمليش في غرزة كده وبعدين تعملي في كده، لأ انت هتعملي مسطرة كده بالطول. بيتعمل في انهي غرزة او بحدده من فين؟ بحدده الاول من فوق من هنا. طبعا انتوا عارفين ان بداية السطر هنا في الحمالة دي كان الاول 3 سلاسل ارتفاع ماشي، وبعدين بعدها غرزة في. اللي احنا هنشتغل فيها اللي هنا هنشتغل فوق اول عمود من غرزة الفي، اول عمود ناحية جوه الشغل هنا هنشتغل فوق ده. اقرب كده يعني، انا هسيب العمود الاول ده، هسيب العمود الاول ده وهشتغل هنا تحت ده اول عمود في غرزة الفي، وهكذا في الجهة المقابلة برضو. سيبنا اول عمود واشتغلنا في اول عمود في غرزة الفي اللي انا اشتغلت عليه ده اهو تمام. فانا هعمل ايه اهو، اول غرزة في او اول عمود في غرزة الفي ده اللي هشتغل عليه. هعمل ايه؟ هنزل بالطول كده لغاية ما احدده من تحت، اوصل له من تحت يعني. اهي السطر اهو اهو اهو، همشي عليه السطر اهو لغاية ما اوصل له من تحت وحطي عليه علامة اهي. دي على سوري اهي، دي اهي على السطر اللي هشتغل فيه. وكذلك هنا لما تبقي برضه تعملي، انا كنت عامله علامه هنا وعلامه هنا عشان ما تلخبطش. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بعد ما حددت هنا اهو المكان ده، نزلت كده طوليا لغايه الغرزه اهي مكانها تحت. هجيب الخيط بتاعي وهوصل، طبعا احنا كنا عاملين هنا في بداية الشغل سطرين الحشو وبعدين سطر الأعمدة وبعدين سطرين الحشو وبعدين غرزة الفي. في أول غرزة في اهي تحت هشبك في زي ما قلنا كده في العمود اللي فين؟ اللي ناحية داخل الشغل، مش المقابل ليا لا، اللي قدام. يعني احنا عندنا عمودين اهو، عمودين اهو اللي ناحيتي، لا هدخل في التاني ده وهوصل الخيط بعد ما بوصل الخيط خلاص. العلامة دي كده هي كانت دليل وشكرا كتر خيرها، خلاص مش عاوزين. بعد ما بوصل الخيط بطلع 3 سلاسل ارتفاع، دول اول عمود وبعدين السلسلة اللي بنسيبها بين غرزة الفي وبعدين كمان عمود في نفس المكان. بنشتغل على العمود كده وهو مائل ماشي. طيب هنشتغل فين تاني؟ العمود اللي فوقه على طول اهو، هدخل كده العمود وهو مائل كده اهو تحته، وهعمل ايه؟ وهعمل عمود سلسلة عمود. هنعمل ايه فوق كل عمود كده مائل من دول اهو اللي بعدها؟ بصي اشتغلي زي ما خليكي يعني، ما تيجيش كده وتروحي تشتغلي الناحيه دي، لا فوق السطر اهو هدخل برضو تحت العمود ده واعمل غرزه في عمود سلسله عمود. هشتغل كده لغايه السطر كله لغايه ما اوصل فوق عند الكتف، سلسلة عمود فوق كل عمود مائل هنعمل غرزة في واحدة، مش هنعمل تزايد في السطر ده. عمود سلسلة عمود ماشي، وفوقها برضو اهو زي ما قلنا السطر اهو اللي فوقها اهي، وهكذا واللي فوقها اهي. هنخلص لغاية ما اوصل عند الصدر فوق وارجع لكم ان شاء الله.
بعد ما مشينا بالطول يا بنات وصلنا لمنطقة الكتف زي ما قلنا. هنشتغل برضو على الضلع اللي قلنا عليه اللي هو الأول لغرزة الفي. اهو هعمل برضو عليه عمود سلسلة، عمود اللي فوق اهو. دي اسهل بقى، ما فيهاش لخبطة، لانك بتعملي في العمود بتاع الفي الضلع اللي جنب غرزة العمود على طول. عمود سلسلة عمود. هشتغل لغاية فين؟ هشتغل كده لغاية غرزة الفي، أول غرزة في بعد ما نخلص ده كده. أول ما نخلص الحمالة دي كده، أول واحدة هنا غرزة في هنا، هنخلص عندها السطر بتاعي المقابل اهو. انا عاملة هنا الاول التاني، لا عاملاها في تالت واحدة اهي، في تالت واحدة تمام، تالت واحدة يعني مش الاولى، لا في سطور اللي هي في سطور الظهر، بسيب ادي اول غرزة، التانية بخلص هنا عند التالتة تمام. هخلص السطر لغاية هنا وارجع لكم بنات. بعد ما خلصت السطر وعملت وصلت لغاية ثلاث سطور اللي في جزء الظهر، انا هعمله لغاية هنا. انتي حابة بقى تخلي الظهر كامل والطول زي الوش، هتكملي بنفس الطريقة وترجعي بنفس الطريقة اللي هنرجع بيها، بس انا عاملاه لغاية هنا، ما حبيتش ان يبقى الظهر كمان فيه نفس الكورنيش ده عشان حسيته هيبقى اوفر. انا ما اعرفش بصراحة شكل الموديل الاصلي ظهره عامل ازاي، بس انا سبته لغاية هنا ماشي. حابة انت تطولي بقى وتعمليه بالطول، هتمشي برضو على نفس السلاسل اللي هي ايه، نفس اللي السطر اللي احنا ماشيين عليه. بنرتفع بقى نرجع ازاي ماشي. انا كده عملت هنا سطرين، احنا قلنا هنشتغل هنا ثلاث سطور على الظهر ماشي. انا عملت سطرين غرزة في، الغرزة او السطر الثالث او الغرزة الثالثة هنا او الاخيرة كمان يعني، بعمل فيها عمود واحد بس، مش غرزة في، بعمل فيها عمود واحد بس. بعد كده بطلع ثلاث سلاسل ارتفاع، ودول اللي هما فوق العمود. اول غرزة في هتقابلني بعمل فيها غرزة في واحدة، بعد كده هعمل تزايد في كل غرز الفي اللي هتقابلني، كل غرزة هعمل فيها اتنين، كل غرزة هعمل فيها اتنين ما عدا الغرزة الاولى اللي انا عملتها دلوقتي والاخيرة خالص تمام. طيب هنعمل اتنين ازاي؟ هدخل في غرزة الفي اهو وهعمل عمود سلسلة عمود، ايه دي اول غرزة في، في نفس المكان هعمل كمان غرزة في عمود سلسلة عمود. كده انا عملت في غرزة الفي دي اتنين في، وفي اللي بعدها هكذا اتنين في عمود سلسلة عمود، ومعاها في نفس الغرزة عمود سلسلة عمود، وهمشي بنفس النمط ده في كل غرزة في اتنين في، في كل غرزة في اتنين في ماشي، لغاية همشي كده 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 على دي كلها، على طبعا الكنار اللي احنا عاملينه ده، لغاية ما اوصل لتحت ماشي. هعمل ايه؟ هعمل في اخر غرزة هنا دي واحدة بس في، وفوق الاخيرة خالص دي عمود واحد زي ما احنا عاملين هناك عمود واحد تمام. هخلص واوصل لهنا ووريها لكم برضو. وصلت اهو للنهاية يا بنات، باقي معايا اخر غرزتين اهم، اخر غرزتين اهم. في الاخيرة دي هعمل فيها زي ما قلنا غرزة في بدون تزايد،
غرزة واحدة فقط بدون تزايد، والأخيرة خالص بعمل فوقها عمود بس، واطلع 3 سلاسل ارتفاع والف الشغل بتاعي. هشتغل بقى بعد كده كام سطر ثابت بدون اي تزايد خالص، ماشي؟ يعني انا بعد ما طلعت ال3 سلاسل الارتفاع دول هشتغل سطور ثابت، يعني فوق الفي اهو غرزة عمود سلسلة عمود غرزة في، واللي بعدها هنركز كويس عشان ما نشتغلش غلط، هنا غرزة وهنا غرزة، المكان اللي في النص ده ما بنشتغلش فيه لان ده التقاء العمودين بتوع الفي، ما هماش غرزة. انا بشتغل هنا غرزة وهنا غرزة، هنا غرزة في وهنا غرزة في، لكن المكان ده اللي بينهم ده لا، انت مش بتشتغلي فيه، ماشي؟ فاحنا اهو هنشتغل فوق الفي ده، هنا غرزة في عمود سلسلة عمود، واللي بعدها اهي غرزة في عمود سلسلة عمود، تمام؟ هشتغل بقى السطر كله كده، فوق كل غرزة في غرزة في بدون اي تزايد نهائي. هشتغل كام سطر؟ هشتغل كمان 4 سطور، تمام؟ ادي ده سطر انا بشتغل فيه هكمله واشتغل فوقه 3 عشان يبقى مجموع سطور الثبات 4 سطور علشان تطلع شكلها كده. طيب لو انت عاملة مقاس مختلف عني خالص، مقاس اكبر او اصغر، ماشي، انت هتبقي تحددي عدد سطور الثبات بتاعتك بايه؟ بان الكورنيش بتاع الكم ده كده اهو، دي تبقى على بدايته كده عند اول مغطيه، اول عند اول سطر هنا اهي، تمام؟ يعني انت مثلا بتعملي مقاس اكبر وعملتي ال4 سطور وجولك هنا كده مثلا كده، يبقى انا كده خلاص لا، هتطولي علشان تغطي كده. طيب لو انت بتعملي مقاس اصغر، مقاس بنت مثلا سنه سنتين، وال4 سطور دول هاك كتير، لا قللي عنهم، تمام؟ يعني انا عملت السطر الاول وبعدين سطر التزايد، هعمل فوق منه السطر الاول اهو وسطر التزايد اهو، بعمل فوق منهم كام؟ 1 2 3 4، ده للمقاس اللي في ايديا. هخلص سطور الثبات ونرجع نشوف باقي ايه في البلوزه، هرجع تاني واقول لكم هنشتغل 4 سطور، تمام؟ بعد ما خلصت خلاص يا بنات الاتنين اهم، فاضل اخر حاجة خالص في البلوزة هنعملها، وهي ان انا هطوق الحوض بتاع البلوزة كله داير ما يدور بغرزة حشو، هعمل سطرين حشو، هلضم الخيط بتاعي من ظهر البلوزة، الوش معين اهو، هلضم من الظهر وهشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة حشو. فوق كل غرزة، طبعا بتشتغلي على الخيط اللي انت سايباه في البداية، فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو. هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، ماشي، داير ما يدور على كل الأجزاء بتاعت الصدر بتاع البلوزة، بس هنا في منطقة الكتف خدي بالك انت عندك عمود مائل اللي هو سلاسل الارتفاع والعمود اللي هي في الحمالة دي، هتعملي فوقيها 2 الأعمدة دي، هتعملي فوقيها 2 حشو، 2 حشو مش واحد، 2 مش 1، تمام؟ هخلص السطر وارجع لكم ان شاء الله بامر الله. فوق كل غرزه غرزه ما عدا غرز الحماله لانها اسطر اعمده مائله، هنعمل فوقها 2 حشو، هخلص وارجع لكم. جيت لكم هنا يا بنات اهو عند الغرز دي بتاعه الحماله عشان برضو اوضحها اكتر اهو،
العمود اهو المائل، المكان واسع اهو، بشتغل غرزتين حشو، واللي بعديها اهو اتنين حشو، فوق كل عمود هشتغل اتنين حشو، هخلص السطر ده واطلع سطر كمان فوق برضو، فوق كل غرزة غرزة حشو، يعني هعمل السطر ده وسطر كمان يبقوا سطرين ونرجع ان شاء الله. وهنا كده يا بنات خلاص خلصنا البلوزة بتاعتنا، ونقص الخيط بعد ما عملنا سطرين الحشو وقفلنا، وننضف بقى الخيوط بتاعتنا. انا نضفت خيوط البلوزة كلها، باقي ايه ده بس، بننضف بقى كده في الغرز بإبرة التنظيف. دخلي الإبرة الأول، دي طريقتي أنا في التنظيف، بدخل الإبرة كده بين الغرز بشكل عشوائي كده، وبعد ما بدخل الإبرة بروح جاية لضم الخيط فيها، وشد بعد كده اقص الخيط بتاعي. بس انا ايه حابه امنها مره كمان، بما ان الخيط طويل فاختار اقصه تامين، القفل الشغل مهم جدا. بس كده برضو بنفس الطريقه، لو لضمتي الخيط الاول مش هيبقى عندك براح كده ان انت ايه تدخلي في قلب الغرز كلها. بس خلاص كده واقص الخيط بتاعي، وادي البلوزة بتاعتي بعد ما خلصت. قولولي بقى انا مستنية رأيكم، هل هي شبه الاصل ولا لأ؟ انا دلوقتي فاضل حاجة واحدة بس اعملها في البلوزة. بصوا بعد ما عملنا الغرز الحشو دي، اللي الصدر بتاع البلوزة اتدور ازاي وبقى واخد دائري كده ماشي. فاضل حاجة واحدة بس هعملها في البلوزة، ان انا هعمل لها بلوكينج او هكويها بالبخار. ما تحطيش المكوى على البلوزة ابدا، لو عندك مكوى بخار هتعملي الخطوة دي، مش عندك مكوى بخار ما تعمليهاش. هتشغلي البخار في المكوى ومن بعيد كده، يبقى بينك وبين الشغل كده، توزعي بقى شوية بخار كده عليها، توزعي هيفرد معاكي الشغل خالص. انا هعمل الخطوة دي وارجع اوريكم الفرق، تمام؟ انتظروني دقايق. وهنا خلاص بعد ما خلصت البلوزة وعملت لها كل حاجة، في حاجة حابة اعرفها لكم اللي هتحتاجوه يعني في البلوزة. انا دي البكرة الثالثة تقريبا، خدت منها عدد امتار قليل جدا. كل اللي اخدته من البكرة التالتة دي لعمل سطرين اتنين بس هنا، والاطار الحشو بس، يعني البلوزة اخدت بكرتين وحتة صغيرة ماشي. دي مقاس 5 سنين، لو انت هتعملي لمقاس 6 سنين هتاخدي بقى من البكرة، يعني انت هتجيبي 3 بكرات، لو 6 7 8 9 كمان ماشي، لو البنت جسمها مش مليان يعني. ولو 4 سنين هتحتاجي هما بكرتين اتنين بس، مش اكتر من كده. كده احنا خلاص خلصناها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكنت خفيفة على قلوبكم، وما تبخلوش عليا باللايك ماشي لو عجبكم الفيديو يعني. ولو في اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، ولو مش مفعلة، لو مش مشتركة في القناة مش مفعلة الجرس، ياريت يعني فضلا وليس امرا يعني تشتركي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.